دلوقتي تعالوا نروح مع حضراتكم مدينة العلمين الجديدة ونتابع فيها منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة الثالثة للتجديف واللي بينظمها الاتحاد المصري للتجديف. لازالت مدينة العلمين الجديدة بتبهر العالم كل يوم بجمال سحرها وكمان استضافتها لأهم الأحداث، ولأنها مدينة متكاملة رياضيا وسياسيا واجتماعيا بتستضيف المدينة بطولة الجمهورية الثالثة المفتوحة للتجديف بمشاركة 7 أندية وأكثر من 200 لاعب وسط أجواء تنافسية واستمتاع بأجواء الطبيعة، وهي من أوائل الرياضات اللي بتقيم بطولات في بحيرات مدينة العلمين. تعالوا بينا نعيش أجواء البطولة في مدينة السحر والجمال، مدينة العلمين الجديدة. أهلا بيك طبعا في مدينة العلمين في بطولة الجمهورية الثالثة المفتوحة للتجديف، ودي ثالث سنة بنقيم هذه البطولة بمدينة العلمين. النهاردة في البطولة المفتوحة وفي منافسات قوية جدا من مجموعة من الأندية اللي هي المصرية للتجديف بتشارك في هذه هي البطولة. احنا عندنا أكثر من 200 لاعب واصلين اللي هي في النهائيات اللي هي بطولة اللي هي الجمهورية المفتوحة النهاردة، بيشارك فيها مجموعة من الأندية من القاهرة ومن بورسعيد من الإسكندرية وفي من أسوان كمان أندية، فدي عدد كبير من الأندية بيشارك فيها بقوارب مختلفة من القارب الفردي للزوجي للرباعي وفي بدون دفة والرباعي اللي هي بنسميها كاتر سكال، كل قارب بمئدافين، أو اللي هي السويب اللي هي كل قارب بمئداف، يعني كل لاعب معاه مئداف واحد. يعني النهاردة أنا مشارك في القارب الفردي والقارب الرباعي المجدار للمئداف تحت 19 سنة إن شاء الله. إحنا البطولة دي بنستناها من السنة للسنة، دي أكبر حدث عندنا، دي بطولة الجمهورية المفتوحة في مدينة العلمين. الصراحة كل سنة بنيجي بنلاقي تغيرات في المدينة وكده، فبتبقى مشجعة إن إحنا نتمرن لها طول السيزون. يعني أنا مشارك النهاردة في قارب الدبل العمومي هيفي ويت. صراحة يعني شايف مدينة العلمين مدينة، هي بعيدا عن التأديف هي مدينة جميلة ولسه طلعة، وهي طلعة بقوة جدا. من 3 سنين عملنا أول بطولة في العلمين، حقيقة كانت بطولة ناجحة وجيدة، وكان لسه العلمين الحقيقة كانت مش بهذا الشكل اللي احنا شايفينه ده. الرياضة ما فيش شك انها شيء راقي وشيء جيد وجميل، ووجود الرياضة في أي مكان بيبقى ترويج للمكان نفسه، وده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. بلعب تجديف من 2018، وكل سيزن احنا بناخد أجازة بعد كل ما سيزن ما بيخلص، وبعد كده بنبدأ تمرين تاني على طول. لكل بطولة بقى عندنا، يعني شاركت في بطولات العالمين السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، وبطولات الجمهورية من 2018 الحمد لله كنت بشارك برضه. البطولة دي نزلت السكيف الفردي والزوجي المزدوج المئداف، والحمد لله جبنا أول في المركبتين. أنا نازلة إن شاء الله عندي سبق 4 كتر. طبعا بطولة العالمين بتبقى مختلفة عن أي بطولة تانية، الاستعداد ليها بيبقى مهم جدا، لأن لو أي حد فينا جاب مركز يعني ممكن إن شاء الله الاتحاد بيركز معايا لو في حاجة للمنتخب. بطولة العالمين بتبقى مهمة بالنسبة للاستعداد للمشاركات، بتبقى مختلفة في كل حاجة، حتى المنافسات كمان بتبقى أقوى، بس فهي ليها أصلا جو مختلف يعني.